السلام عليكم أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بخير. هذا بالله يحييكم. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نشرح طريقة جديدة لكتابة الأرباز. الطريقة الأولى وهي القاعدة، نكتب الألت مع حرف أ أكسون التي تكون هنا، لكن هنا الألت جائرة. الطريقة الثانية مع حرف أ أو رقم الصفر، لكن في هذا الحاسوب حاسوب ثينك باد هناك طريقة مختلفة تماما. لاحظوا أن رمز الأرباز في رقم 2، لذا سوف نقوم بتجربة كتابة الأرباز. مثلا سوف نكتب هنا رقم 2 لا يكسو. عندما نضغط على 2 كما سوف ترون هنا لن يعطينا الأرباز، لذا سوف نكتب الشيفت كما ترون هذا مع رقم 2. لاحظوا الآن تكسب الأرباز. الأرباز في حاسوب ThinkPad تكون عن طريق شيفت هذا الزر، هذا السهم مع رقم 2. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. هذا بلا مقدم يحييكم في فيديو آخر إن شاء الله. وكما قلت لكم فتختلف الطرق على حسب أنواع الحواسيب، فالقاعدة هي Alt مع حرف A أكسون، والقاعدة الثانية هي Alt جائر كما ترون هنا، Alt جائر هذا مع رقم 0 في الحاسوب. والقاعدة الثالثة التي تختلف عنها نوعا ما هي شيفت أو زر السهم مع حرف 2. في فيديو آخر إن شاء الله. هذا بالمقدم يحييكم.